أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية بالعناوين. البدري يختار 23 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي. ربيع يطير إلى ألمانيا 7 فبراير المقبل. وعامر حسين الموسم الحالي ينتهي في 21 مايو المقبل. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين المرشحة لخوض مباراة الإسماعيلي التي تقام غدا الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة 21 بمسابقة الدوري. وضمت القائمة كل من محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، محمد هاني، باسم علي، وأيمن أشرف، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وعمر السلية، وهشام محمد، وأكرم توفيق. وأضمت أيضا عبد الله السعيد، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، وجونيور أجاييه، وإسلام محارب، وليد أزارو، وأحمد ياسر، ريان، وميدو جابر، وصبري رحيل، ومحمد عبد المنعم، وصالح جمعة، وباكا. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الإسماعيلي غدا الثلاثاء أمام منافس قوي، والجهاز الفني يدرك جيدا أهمية المباراة في مشوار المنافسة على اللقب المحلي. وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي يكن كل الاحترام والتقدير للإسماعيلي باعتباره المنافس الأقرب في جدول المسابقة، مؤكدا أن تحقيق الفوز عليه مهما للغاية من أجل تعزيز الصدارة ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب. وأشار البدري إلى أن الجهاز الفني لا يتوقف عند الظروف التي يمر بها الإسماعيلي مؤخرا وتغيير الجهاز الفني، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز بغض النظر عن ظروف المنافسين. ويعقد البدري محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم الاثنين عقب المران استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. ويشرح البدري خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال مبارياته السابقة، إلى جانب تكليف اللاعبين بمهام محددة خلال اللقاء. وكان الفريق قد اختتم تدريباته اليوم الاثنين على الملعب الفرعي ببرج العرب، وانضم طارق سليمان المدير الفني للمعسكر بعد غيابه أمس لتلقيه واجب العزاء في وفاة شقيقه. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني قام بدراسة الإسماعيلي بشكل جيد استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري. وأكد أيوب أن المباراة في غاية الأهمية وتعد خطوة جادة ضمن سلسلة من الخطوات التي يقطعها الأهلي نحو الفوز باللقب والاستمرار في تحقيق الانتصارات. وشدد أيوب على أن الفريق جاهز تماما للمباراة رغم غياب العديد من العناصر المؤثرة مثل أحمد فتحي وسعد سمير، مروان محسن، رامي ربيعة، وكريم ندبد، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك البديل الجاهز في كل مركز.
حصل سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة في إطار برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب سوف يستمر في أداء تدريباته العلاجية لمدة 15 يوما يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. ينتظم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بعد لقاء الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الاتحاد يوم الرابع من فبراير في الأسبوع 21 للدوري. ويغيب فتحي عن مباراة الإسماعيلي بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة بعدما خضع لتدريبات علاجية خلال الأيام الماضية. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام مصر المقصة التي فاز بها الفريق بهدفين لهدف. تقرر السفر رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 7 من فبراير المقبل إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي بمعرفة الخبير الألماني هيرنان ماير. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن ربيعة سوف يخضع في ألمانيا لفحوصات طبية دقيقة بعد أن تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة مؤخراً. وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة لمدة يومين في إطار برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له لحين موعد السفر والعرض على الخبير الألماني. أدى كريم ندفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية صباح اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له للتعافي من إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية. وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سوف ينضم للتدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلي تمهيدا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمد محسن أبو جريشة قائمة من 19 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الأهلي. وضمت القائمة كل من محمد عواد، محمد مجدي لحراسة المرمى، محمود البدري، محمد أبو المجد بوشة، ومحمود متولي، وريتشارد بافور، وأحمد ويدار، ومحمد هاشم لخط الدفاع، حسني عبد ربه، عماد حمدي، محمد فتحي، عمر الوحش، محمد صادق، إبراهيم حسن، وإسلام عبد النعيم، ووجيه عبد الحكيم، كريم بامبو لخط الوسط، ودييجو كالديرون، وموسى كامارا للهجوم.